بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا لكم في الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور احمد درويش. هنناقش النهارده عده قضايا، كل قضيه في 10 دقائق، هم قضيه واحده وهي الاخطبوط الامريكي وضغوطه الحاليه على مصر والسعوديه وادواته ووسائله اللي بيستخدمها الايام دي. يعني نقوله كده، نقدر ان نقوله ان امريكا بتكشف القناع الان عن سياستها ورغباتها ضد عناصر في الشرق الاوسط تحقق ما لا تريده في استراتيجيتها. اول حاجة اللي هي الضغط الامريكي الان على السعودية والتهديد ببعض التوتر في الدعم العسكري وسحب قواتها من السعودية وما إلى آخره. الناس بتستغرب، وكمان كل التوجيه للتهديدات دلوقتي والكلام موجه إلى محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد. الناس بتقول إيه اللي بيحصل وليه كده؟ السؤال يا جماعة إجابته موجودة من سنين فاتت. لما تدرس إيه هي التهديدات واستراتيجية أمريكا اللي كان ترامب بيتغاضى عن جزء منها، إنه كان بيجي لطلبه مباشر إن عايز منكم كذا الدنيا على طول، اتغيرت بالديمقراطيين اللي بينفذوا سياسة السيطرة بالتدخل في أمور الشعوب. طب ما هي، نقوله بقى هنا، ما هي الأساليب اللي بتستخدمها أمريكا؟ أدواتها إيه؟ أدواتها هي تركيا وإيران والتنظيم الدولي للإخوان، أي مفاتيح الشر. إذا تركيا وإيران والتنظيم الدولي للإخوان دول أدواتهم في التنفيذ عن طريق إيه؟ اللي هي نقدر نقول بعض النقط اللي إحنا بندققها في الأول عشان نتكلم ليه هم مستهدفين محمد بن سلمان، وهنتكلم بعد كده على استهدافهم لمصر بس في حلقة تانية. لأن زي ما إحنا بنقول هنا، الناس دي لها أساس في كلامها وفي تنظيمها، درك الناس دي لها أسس، لها أدوات، لها وسائل تنفيذ. لها وسائل تنفيذ. الأدوات بتاعتها هي الإيران وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان والمال القطري. وسائلها للتنفيذ هو التنظيم الدولي للإخوان وكثير من العناصر اللي هنقولها لكم بعد كده. أساس التنظيم الدولي للإخوان. متى تنفذ ذلك؟ أيوه، هو ده السؤال دلوقتي. الناس عايزة تسأل سؤال، مش معنى دلوقتي بيضغطوا على الأمير محمد وعايزين يزيلوه من السلطة ويحجموا السعودية. لأن الأمير محمد بن سلمان عندما تولى ولاية العهد وضع خطة اسمها السعودية عام 2030. هذه الخطة الطموحة الذي وضعها كانت موضوعة بعلم وبتقنية وبتخطيط دقيق واستراتيجي وقادر على تنفيذه. هنا بيخطها الأمريكان ويخطها الغرب ويدرسه. السعودية اللي كانت في الحال ده بالتخطيط اللي بيعمله محمد بن سلمان ده هتوصل في زمن لغاية 2030 تبقى كده ولا ما تبقاش؟ لما بيراقبوا يلاقوا ان محمد بن سلمان بيتخطى الزمن وجاد في تخطيطه، وان الرجل ده اول ما فعل في السعودية هو تنويع مصادر الدخل في السعودية. يعني اول حاجة عملها تنويع مصادر الدخل، بدأ يعمل يقلب الحج والعمرة الى السياحة الدينية، وهنا جعل من السياحة الدينية مصدر دخل للسعودية تقدم فيه خدماتها لله سبحانه وتعالى، ويأتي لها كثير من بل يأتي لها الآلاف، بل تصل الى 1.5 مليون و2 مليون حج او عمرة، 6-7 مليون، اي غرف السياحية في السعودية تزداد، فيأتي دخل من السياحة غير دخل البترول. ثم بقى البترول نمى الدخل بتاعه بصناعات وتصنيع منتجات البترول
وتوريدها للخارج. ثم نمّى الرقعة الزراعية عنده وعمل تطوير في البنية الأساسية لها بالصوب وخلافه بما يغطي مطالب السعودية إلى سنين قادمة. ثم طور الطاقة الكهربية الموجودة عنده والطاقة الشمسية. ثم وضع إطارا للتطوير العقاري وتطوير المدن وتطوير السعودية بما يجابه المستقبل القادم. هنا تعددت الأساليب في بناء السعودية، تجربة الإمارات في التطوير العقاري ومكاسبها بالتليارات قامت به السعودية، تجربة العالم كله في التصنيع والزراعة تعمل أخوهم، بس لديها من المصانع سواء الحربية أو المدنية التي تغطي مطالب الشعب السعودي. دي كانت عبارة عن نهضة محمد بن سلمان. إذا محمد بن سلمان عمل نهضة وبدأ يعمل، السؤال اللي هم بيسألوا نفسهم فيه، نتابع لقوا إن الخطوات سريعة والخطى سريعة والشعب يساند أمير البلاد على عمل كل شيء جاد وسريع، وهناك شركات جادة بتقوم بالتطوير، وأن المدى الزمني الذي وعد به 2030 قضى أكثر من 50% من تخطيطه في زمن لا يتعدى 3 سنين. إذن ده راجل جاد، ده كده هيطلع بالسعودية إلى كتلة اقتصادية تناهضنا، هتبقى قوة عسكرية وقوة سياسية وقوة اقتصادية، يعني تبقى دولة عظمى. لا 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 لا، ما ينفعش الكلام ده. كمان ده عامل التحالف استراتيجي مع مصر، القوة التي تناهضنا في شمال أفريقيا، ومع الإمارات التي خرجت من إطار الدولة المتوسطة إلى الدولة الغنية جدا واقتصادها بيناطح اقتصادات العالم كله. يبقى نوقفه، ما ينفعش، ده ضد اتجاهاتنا، ده ضد سياستنا، ده ضد سياسة الشرق الأوسط الكبير. يبقى طب نوقفه إزاي؟ ندور في دفاترنا، نطلع مشكلة خاشقجي، نقول إن الرجل ده هو اللي قال نقتل الرجل ده. التقرير الذي أخرجته المخابرات الأمريكية والذي اعتمد عليه بايدن في الضغط على السعودية لتصبح دولة تحت أمرته أو قرارها من عنده، اللي هو بيحلم بالكلام ده، قال إيه في التقرير؟ قال أنه بسبب كذا وكذا وكذا، ناس تنتج كذا وأن كذا. أنا مش عايز أتكلم في التقرير، عايز أقول خلاصة التقرير عبارة عن إيه؟ عبارة عن سرد إملائي من ناس وأجهزة وموجهين من المخابرات الأمريكية نفسها، إن هم يكتبوا كلام. هذا الكلام لا يستند على دليل واحد بأن محمد بن سلمان هو الذي أمر باغتيال هذا الرجل. دي أول نقطة. يبقى التقرير اللي هم مطلعينه واللي هو من حوالي 600 صفحة ومختصر فيه 44 صفحة واختصروه في الآخر في 22 صفحة ودلوقتي مختصرينه في 4 صفحات، لا يتكلم بإدانة ولا دليل قاطع على محمد بن سلمان. النقطة الثانية، ده الكلام ده حصل من سنين والسعودية أخذت قرارا خاصا بها، لأن دي مشكلة داخلية جوه السعودية يتولاها الشعب السعودي. ومحمد بن سلمان بنفسه، وأنا سمعته بنفسي بيقول أنا مسؤول لأن هذا حدث وأنا رئيسا لحكومة البلاد، وأن هذه الحكومة تخصني، إذا حدث خطأ فإني مسؤول عنه أولا. إذا الرجل شجاع، بس هي المشكلة مش في شجاعته، الرجل شجاع وقال الكلام ده، وحوكم من ارتكب هذه الجريمة ونالوا جزاؤهم أمام العالم كله. بتطلع ده ليه بقى يا أمريكا؟ بدأ عناصر وبوادر الشر والشيطان الكبير يتصرف. ليه؟ لأن محمد بن سلمان يخطو بخطوات كبيرة وخطيرة في تطوير الاقتصاد والصناعة والزراعة والتطوير العقاري في السعودية. بهذا التطوير وبهذا الاختراق لجميع مشاكل السعودية وتطويرها في زمن يقاس، اللي عملوا في 4 سنين ما يتعملش في 40 سنة، هنا الخطورة عندهم. الراجل ده ناجح
الراجل ده هيغير الخريطة في السعودية، الراجل ده هيغير خريطة الاقتصاد في العالم العربي، الراجل ده هيعلو بالسعودية لتكون كتلة قوية أمامنا، وده ما ينفعناش، ما يلزمناش. طب نقول إيه؟ نقول الراجل ده مش كويس، ونقول الراجل ده إحنا بنعتبره ضد حقوق الإنسان، وأنه اغتال فرد بريء. البريء اللي بيقولوا عليه ده هو عميل للمخابرات الأمريكية أولاً، مش هنتكلم عشان مات، بس هنقول ان ما اخترق فضده ذلك الناس ديت كانوا وطنيين سعوديين خايفين على بلادهم، ورغم ذلك حكموا، لان القانون في اللحظه دي بيحاسب على الجريمه، والشعب السعودي والحكومه السعوديه حاكمتهم بعدل. طب انت عايز توقف ليه؟ لان السعوديه الان في اتصال او علاقه استراتيجيه مع مصر ومع الامارات، والتلاته بينمو بقوه، يبقى في محور دلوقتي في الشرق الاوسط يؤثر على مصالح الغرب ومصالح امريكا، ويلاقوا اللي يقف يقول انا قادر او لا لاقوها دلوقتي، لان العهد الضعيف ضعيف والعهد بدات امريكا تقول يبقى انا يعني ده الكلام ده في الكونجرس الامريكي يا جماعه، في اعضاء قالوا الكلام ده، الاعضاء اللي هم بقى الديمقراطيين والجمهوريين قالوا الكلام ده. قالوا ايه؟ قالوا ان يجب محاسبه السعوديه، ويجب التقييد التسليح للسعوديه، ويجب وقف العلاقات العسكريه الوطيده اللي موجوده، وبعدين كمان نسحب قواتنا اللي موجوده في القاعده اللي موجوده في السعوديه وقوات التحالف معاهم. وفعلا سحبوا جزء من قوات التحالف، وخرجوا من المعركة ضد الحوثيين، وخرجوا الحوثيين من الإرهاب. إذن أمريكا لا تريد بذلك محاسبة محمد بن سلمان، ولكنها تريد إيقاف عجلة التنمية في السعودية. رد الشعب السعودي بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح، شعب راقي، شعب متعلم، رد عليهم ورد على تركيا. الشعب السعودي يتخذ قراره بدون توجيه، الشعب السعودي شعب على دراية وعلى علم وعلى وعي، ردوا بهاشتاج بأن محمد بن سلمان هو ابن السعودية وبطلها القومي. الله، عايز ايه يا بايدن؟ الشعب هو اللي بيحكم، والأمير ينال كل التوافق مع شعبه، كمان ينال رضا شعبه من الصغير للكبير، بل وقفوا هم ضدك. الذي رد على أمريكا هو شعب السعودية، والذي رد على تركيا وقاطعها في السلع هو شعب السعودية. هذا الشعب الذي يعتبر مثلا يقتدى به في العلاقات الدولية هو اللي رد. الأمير ما ردش. الأمير يعلم خبايا الاستراتيجية الأمريكية، الرجل ذكي وعلى علم وقوي ومحب لبلده ووطني، وأتى خرج بالبلاد من مرحلة سعودية العادية إلى سعودية العظمى. الرجل وصل لكده، الرجل علاقاته الدولية متميزة، الرجل تخطيطه العلمي اللي حطه كسر جميع التوقيتات فيه، وحقق ما لم يستطيع تحقيقه أي إنسان في 4 سنين. ده اللي مضايق الناس ديت. السعودية تنهض وتخطو كعملاق اقتصادي وعملاق سياسي وعملاق عسكري وعملاق على مستوى الشعب نفسه متكاتف في يد السعودية على قلب رجل واحد. طب إزاي؟ الشعب رد عليهم، قال لهم الراجل ده هو أفضل من عندنا، والراجل ده احنا شايفينه بيعمل ايه في البلد، وانتوا مالكوش دخل بينا. ده رد الشعب في الهتاج، معناه كده وانتوا ليس لكم قبل بالسعودية ولا بشعب السعودية، نحن شعب نعلم حقيقة تدخلكم، ونعلم لماذا انتم الان تهاجمون اميرنا، لانه فعل بالسعودية ما لا يفعله سابقين، وده مش شكر فيه. انا قلت في حلقات من 20 حلقة فاتت ومن 30 حلقة فاتت، قلت ما أراه في إدارة الأزمة أن ما يخطوه الأمير محمد بن سلمان لنقل السعودية من دولة تسير في خطط تقليدية وداخل الصندوق،
إلى سعودية خارج الصندوق ودولة قوية اقتصاديا، بل عملاق اقتصادي وعملاق عسكري. أنا شفت الكلام ده في إدارة الأزمة من بدري، من أول ما حط الخط، عامل خط التطوير السعودية 2030، اللي هو بيقول 2030 يعني في 20 هوصل لمرحلة وفي 30 هوصل لمرحلة. اللي مراقب دلوقتي، اللي شافوه بقى الأمريكان واللي شافوا الغرب، إن الراجل ده خطأ لل 25، جاب اللي كان هيعمله في 25 نفذه، والراجل قدامه سنة أو اتنين وينتهي باللي كان على خطته في 30 ويفتح عمل خطة خمسية جديدة لل 30 40. يبقى الراجل ده جاد، الراجل ده قوي، الراجل ده على علم، الراجل ده عنده إصرار لنقل السعودية من إلى العلا. يبقى لازم نوقفه، فرمل، اتهمه، قول الشعب يرد، يقولوا الشعب السعودي يرد بهاشتاج يقول لهم ولا تلزمونا ولا تقدروا. الشيطان الذي يتحرك لغرض أن يبث السموم في بلادنا سترد له شيطانه وسمومه، لن تنجحوا في ذلك. نرى أمام أعيننا، أنتوا مش عايشين في بلدنا، إحنا اللي شايفين التطور الزراعي والتطور العقاري والتطور في العلاقات الدولية وارتفاع الدخل القومي السعودي ونجاح تنمية الدخل القومي السعودي في جميع المجالات. هذا الرجل اللي كانت السعودية فقط تعتمد على البترول والغاز، النهاردة السعودية عندها 4 مصادر بتعتمد عليهم، نوع مصادر الدخل، ففتح الأبواب أمام الشعب السعودي. مفيش بطالة في السعودية، البطالة في السعودية اسمها بطالة مقنعة، يعني شخص يعرض عليه منصب فلا يريده، لا يرغبه فيقعد. مفيش بطالة فعلية اسمها بطالة مقنعة، أي تأتي لعدم رضا الفرد على الوظيفة اللي جات له، بل تفتح السعودية أبوابها للآخرين وتفتح المجال للآخرين. كون بقى إن قطر اللي مدت السعودية مدت لها ده دلوقتي، واللي بتقول لها تعالي نلمك عشان خاطر ما تخرجش وتجنع عن الأمة العربية، لأننا الكبير والكبير دايما بيحتضن الصغير لما يخطئ ويعفو عنه، مش معنى ذلك ان انت يا قطر تكوني أداة من الأدوات انت وتركيا لضرب الوحدة الوطنية داخل السعودية، او أداة لوقف نهضة السعودية. السعودية تستطيع ان تستمر. رد فعل السعودية عندما طلب سحب قواته أن السعودية قادرة بجيشها وقوتها للدفاع عن نفسها، كما أن السعودية، نسأل سؤال بقى لأمريكا، هو أنت لو سحبت جيشك أو منعت التسليح السعودية هتقف؟ يا السعودية أصلا دولة بتاخد منك سلف، أنت الاقتصادك هيحصل تأثر فيه، وأنت عندك 35 مليون مصابين بالكورونا، وعندك قتل أكتر من 550 ألف دلوقتي، يعني اقتصادك بيحصل فيه مشاكل، انت اللي هتتأثر، مش هشتري منك وهشتري اكفأ من كده من روسيا او من الصين. اذا سوق السلاح مفتوح، طالما انا معايا المادة التي تجعلني قادر على شرائه. هي السعودية هتستنى؟ السعودية بتنوع سلاحها اصلا وعندها سياسة تنويع مصادر السلاح. اذا ما تفعله ضد اقتصادك والخسران انت. ارجع للعسكريين بتوعك بقى. هناك علاقة استراتيجية بين الجيش السعودي والجيش الامريكي، وهذه العلاقة قوية ومتينة وفيها تبادل خبرات وتبادل للأسلحة وتبادل للكفاءات. اذا انت ضد سياسة الاستراتيجية لبلدك، اللي بتعمله ده سياسة الديمقراطيين ونهايته الفشل. انت امام حائط اسمه شعب السعودية، ثم اسمه القائد يطور ولا ينظر خلفه. محمد بن سلمان لا ينظر خلفه، يتجه للأمام ولا يعطي هذا أي اعتبار، لأنه يعلم أن الشعب وهو على قلب رجل واحد، وأنه سينفذ هدفه، وستعلو السعودية والأيام جاية قدامنا، وهينجح محمد بن سلمان وسيفشل كل المكائد الغربية والرغبة الأمريكية، ولن تستطيع أمريكا أن توقف نهضة السعودية، لأنه شعب عظيم أرى في مواقفه أنه يعلم
ويدرك التهديدات كأنه رجل يعمل في إدارة الأزمات. هذا قولا واحدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.